التوبة النصوح فضيلة الشيخ محمد ما هي وكيف نحققها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. التوبة النصوح معناها التي خلصت من الشوائب، فإن النصح هو الإخلاص والصدق، ومنه الناصح الأمين الذي لا يغش قومه، الناصح الذي يؤدي دائما ما عنده من الخبرة وما عنده من المعلومات بصدق وأمانة. التوبة النصوح الخالصة التي يتوب صاحبها بصدق وتوجه وإخبات إلى الله عز وجل. وكلما كانت التوبة صادقة كلما كان ذلك أقرب إلى قبولها. والله عز وجل أمر عباده بالتوبة النصوح، نعم. عباده المؤمنين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا سلام. وجاء هنا على وزن فعول، صيغة مبالغة، يعني تأتي الأسماء على وزن فعول للمبالغة في اتصاف صاحبها بهذه المادة. يقال فلان أكول، نعم، فلان أو فتاة لعوب مثلا. يعني هذه الأمور دائما في الوزن اللغوي على وزن فعول تدل على المبالغة. المبالغة في الصدق والنصح تدل على أن التوبة كلما كانت صادقة كلما كانت مخلصة لله كلما أراد بها صاحبها وجه الله عز وجل كلما كان ذلك أقرب إلى قبولها وأدعى إلى تجديد الإنسان حياته مع الله عز وجل وأن يبدأ صفحة جديدة. وهذا معنى آخر من معنى النصح، فإن النصح فيه صفاء، والصفاء يقتضي بداية جديدة وصفحة بيضاء. هذه التوبة يتجاوز فيها الإنسان عما مضى، صحيح، قائلا بلسان حاله: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. مستحضرا في التوبة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهذا من أهم الأمور التي تجعل المسلم في كل يوم يستقبل عالما جديدا، يستقبل زمنا جديدا، يستقبل إشراقة جديدة، لأنه يعتقد بتوبته اليومية أن الله خلقه في هذا اليوم، وأن ما مضى شيء انتهى، وأنني لا أندم على ما فات. ولذلك يعني تكلم أهل الله في قضية الندم في التوبة، وأن هذا الندم لا ينبغي أن يستمر حتى لا يأتي بعكس المقصود. المقصود من التوبة ماذا؟ أن تجدد العهد مع الله. يا سلام. إذن فلا تستغرق نفسك في الندم الذي يعوقك عن التقدم والاستمرار والعمل، صحيح، بل كن قويا، تجاوز ما مضى، ابدأ بداية جديدة مع الله عز وجل،